أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية دعوتك يا مولاي فاقبل دعائي وبلغ ما أرجوه منك مراديا عليك اعتمادي في جميع مقاصدي وتعلم أسراري وما قد دهانيا إليك أموري يا إلهي رفعتها فخذ لي بثار من عدو جنابيا أمولاي إن لم تعطني ما طلبته فمن أرتجي أمن يجيب دعائيا مرادي لا تخفى عليك فجد به مرادي على التفصيل عندك باديا سألتك فاقبل يا إلهي تضرعي ولا تجعل الحرمان منك جزائيا تعوذت منك الجود والفضل في الذي أؤمل من خير فعجل جوابيا جرى حكمك المحكوم في كل كائنين فطوبى لمن أضحى بحكمك راضيا أنادي وأدعو كل يوم وليلة عسى أدرك المأمول إن كنت باكيا بكيت على ذنبي وفقري وفاقتي وما قد مضى مما اقترفت أمامي ندمت على ما مر في حين غفلة وما كان مني في اتباعي هوائيا شكرتك يا مولاي أن قد سترتني وأبدلت بالإحسان كل المساوية أمرت بأن ندعوك فاقبل دعائنا فإني دعوت يا مجيب المناديا إلهي عبيد قد عصاك فجد له بتوبات ذي صدق ومحو المعاصي إليك انتهت آمال كل مؤمل فيا مأمل الراجين أثنيك راجيا
لك الحكم في كل الأمور بأسرها وأنت المنجي من جميع المهاويا لديك جميع الخير فاسمح بنيله لعبدي يناديا سميع دعائيا هديت الذي أحببت للخير والتقى فمن لي لما قد رمته يا إلهي إلهي بجاه المصطفى بمحمد سألتك يا ربي فاقبل دعائي بجاه إمام الأنبياء وقطبهم شفيع الورى يوما ستبدى مساويا عليه صلاة الله ثم سلامه ورضوانه والآل ما دام باقيا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية.